مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. وفقا لتقرير حصري لإحدى وسائل الإعلام في 7 أبريل، وقعت الشقيقة الكبرى لجانغ وون يونغ عضوة فرقة آيف مع وكالة كينغ كونغ التابعة لستارشيب لبدء انطلاقتها كممثلة. ذكر التقرير الحصري أن شقيقة وون يونغ الكبرى التي تحمل الاسم الفني جانغ داء قد صورت مؤخرا إعلانا تجاريا كأول نشاط لها، ومن المتوقع أن تروج كعارضة وممثلة قريبا. تبلغ جانغ داء من العمر 23 عاما، هي من مواليد عام 2001، واسمها الحقيقي هو جانغ جين يونغ، وقد تخرجت من ثانوية للفنون وتخصصت في الرقص الكوري. تداول مستخدمي الانترنت ايضا صورة لها من كتاب تخرجها والتي ابهرت الجميع، حيث اشادوا بجمالها الشرق اسيوي الكلاسيكي وبقوة جينات عائلتها. وقد جذبت جانغ داء الاهتمام ايضا بجمالها في احدث صور مصدرة لها استعدادا لانطلاقتها كممثلة. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيواي غاسايو كومسامي دا.